صحيح، حتى يعني كثير من مثلا يقومون بمثل هذه الأعمال الخارجة والتي يتم انتقادها، لكن جواهم خير. يعني مثلا في شهر رمضان الفضيل من الممكن أن تجد راقصة حتى يعني تقوم بعمل موائد لرحمن، مائدة لرحمن. لكن يعني حتى فكرة إقبال الناس عليها بتكون يعني محل نظر، لأنهم عارفين المصدر، لكن في النهاية بيدلل على وجود خير لدى كتير من المسلمين. فنان حتى بيتكلم ويقول أنا بنيت مسجد لله وأنا مش عارف حتى فلوسي حلال ولا حرام، بس أنا دي كانت أمنية عندي. حتى يعني سعد الصغير هو اللي قالها. رأيك إيه في الكلام ده؟ لا شك يا استاذ علاء ان كلامك صحيح، وكل الـ 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 الاخوه يعني هدانا الله واياهم كلهم بلا استثناء عندهم خير. و بس سبحان الله، يعني يمكن يعني اصرار الانسان على هذا الشيء او جهله به الله اعلم، طبعا كل واحد مختلف عن الثاني. ولكن فعلا بتشوف مثلا الفنانات في رمضان مثلا يذهبوا إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، مثلا في موسم الحج مثلا تلاقي كتير قوي من الفنانين، وحتى الناس اللي يعني اللي يبدو مظهرهم ان هو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، يعني تلاقيه ان هو متواجد في اماكن العبادة في مواسمها كمان، يعني مش في اي وقت. صحيح، فسبحان الله الناس دي جواها خير كتير جدا وكبير جدا. فاحنا من منبرك ده استاذ علاء بندعي المسلمين، يعني ندعو المسلمين ان هم يدعوا لهم في هذه الايام المباركه، لعل الله سبحانه وتعالى يعني ان يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه. ربنا يهدينا ويهديهم يا رب. امين يا رب العالمين.